هذه المبادرة جاءت تحت مسمى سقيا الماء، هو مشروع وطني أطلقه المكتب الوطني تحت إشراف الدكتورة ابتسام حملاوي، اللي نسعوا من خلاله أن نروي ظما المواطنين وظما المسافرين، لأنه سبحان الله العظيم سقيا الماء هو مشروع وراءه خير عظيم للناس اللي يفهموا القضية هذه. فكيف بإنسان دخل الجنة بسبة كما نقولوا احنا سقي كلب؟ يعني سبحان الله أكرمكم الله، وين كأنه الإنسان راك تروي ظما إنسان، ففيه أجر عظيم. احنا نسعى وجاهدين خلال هذا المشروع بإذن الله تعالى راح نغطي مختلف الولاية، يعني مختلف عندنا مناطق بزاف الولاية. كانت الانطلاقة اليوم من تزولت من البرجة تاع تزولت، وبالتنسيق مع الشرطة وبإذن الله تعالى راح تعمم مختلف المناطق الولاية، واللي راح نسعى باش نسربيو أزيد من 36 ألف قارورة ماء بإذن الله تعالى. هذا درك ردها لك هات صحيح. حاول تفضل خويا، هاي ربي يعاونكم. كيف تشوف المبادرة هذه؟ والله يعني ما شاء الله، يعني راهي أعظم صدقة هي الماء، ربي يقبل عليكم إن شاء الله وبالتوفيق. يعطيك الصحة ويعطيك العافية إن شاء الله. هاي يا شيخ، هاي تفضل يا شيخ. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. مبادرة طيبة ومبادرة مباركة إن شاء الله، ربي يعاونكم والله يجعل هذه المبادرات نوع من هذا الشيء هذا يعم في البلاد نتاعنا إن شاء الله. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.